ايه هو الـ SOC والـ SOH في البطاريات؟ ودي معلومة مهمة جدا. الـ SOC اللي هي الـ State of Charge، حالة الشحن للبطارية، ودي بتبقى دليل على الباور اللي موجود داخل البطارية، يعني دي Indicator of Power in the Battery اللي هي الـ SOC، وبيبقى كاتب لك البطارية مشحونة 10%، 20%، 50%، وجايب لك بار كده قدامك في السيارة الكهربية وبيوضح لك اللي تشارجنج تمام من 50 ل 60 ل 70 ل 80 وهكذا. فده بيسموه SOC. حالة الشحن دي بتتاخد من فين؟ من الباتري مانجمنت سيستم او نظام التحكم في البطارية. طيب الفاكتور الثاني او الاختصار الثاني SOH State of Health، دي عبارة عن فاكتور مهم جدا او مؤشر للحالة الصحية الكلية للبطارية تمام، وده بيفيدني في المينتنانس او في عمليات الصيانة، وبيفيدني في ان انا اعرف اللايف تايم بتاع البطارية واحسن من ادائه. يعني الـ SOC الـ State of Health اللي هي الحالة الصحية للبطارية ده مهم جدا يا شباب، وبيبقى هو القلب الخاص بالبطارية او المتحكم الرئيسي في البطارية او الانديكيتور ده او المؤشر ده مهم جدا للحالة الصحية للبطارية بصفة عامة. يبقى انا عندي الفيديو ده بيتكلم عن حاجتين، الـ SOC الـ State of Charge حالة الشحن للبطارية وشحنها بنسبة كام، وده مؤشر لحالة شحن البطارية، والـ SOH اللي هو الحالة الصحية او الـ State of Health للبطاريات. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالسيارات الكهربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.